كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا في هذا الفيديو هذه كيف العاده، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده تحت الطلب ديالكم البنات. قلتوا لي جودي شنو هو السر ديال يديك؟ صراحه عادي، ها انتم كيف ما كتشوفوا دابا راه ما دايره حتى شي حاجه، قلت ما غادي ندير والو. هذه 3 جوغ ما درت لهم حتى شي حاجه، يعني يكفي كنغسلهم غير بالماء وصافي. غادي نوريكم الوصفه ديالي او السر ديالي البنات، كنديرها مره واحده في الاسبوع، تقدروا ديروها جوج مرات الا بغيتوا، انا كنديرها مره واحده في الاسبوع وصافي. الله يجعل شي بركه، الحمد لله كتعطي واحد النتيجه زوينه زوينه بزاف. وصراحه المكونات ديالها ملي غادي نقولهم لكم غادي يجيكم زعما عاديين جدا، ولكن المفعول ديالهم رائع والله القسم البنات. من اول استعمال غادي يعطيكم واحد البياض اللي هو زوين وبزاف، ماشي بياض، غادي يعطيكم شي حاجه فوق البياض، وانايا مسؤوله على الكلام ديالي وربي شهد عليا. ديروها وجربوها، وكيف ما قلت لكم بياض رائع خطير خطير، واحد البياض زوين بزاف. واللي داتها تخلي لي في التعاليق، وانا كنتسنى التعاليق ديالكم يعني بكل زعما بكل ثقه صراحه. دونك بلا ما نطول عليكم، نمشيو للوصف، يمشيو المكونات ديال هذه الوصفه هذه. واول حاجه غادي نبداو قبل ما غادي نمشيو للوصفه، غادي ندير التقشير. التقشير كيف ما كتعرفوا ضروري منه في اي منطقه في الجسم ديالنا، فخليكم معايا ندوزو التقشير هو الاول عاد ندوزو للوصفه ديالنا. دونك على بركه الله كيف العاده يا البنات، اول ما نديرو شي وصفه سواء كانت في الوجه ديالنا او في الجسم ديالنا ولا يدين ديالنا، يعني اي منطقه في الجسم ديالنا ضروري من التقشير. راه واخا تشوفوا زعما يديكم ولا وجهكم نقي وهذا، ولكن البنات راه ضروري كان خاصة نحيلوا ديك الخلايا الميته، يعني لا بوموغت، نحيلوا الخلايا الميته، نفتحوا المسامات ديالنا باش اي وصفه درناها يشربها الجسم ديالنا. هنايا كيف ما كتشوفوا التقشير اللي غادي ندير اليوم، خديت معلقه ديال القهوه ماشي سريعه الذوبان، قهوه عربيه، وزدت معها معلقه ديال الالويفيرا. تقدروا ديروا التخت ديال القهوه حتى هو راه حتى هو مزيان. صافي خلطتهم، وهنا غادي نقومي يدي مزيان مزيان، يعني ما تخافوش اليدين والرجلين راه ماشي بحال الوجه، كيبغي يعني حركات يعني بلطف يعني بشويه، عكس اليدين والرجلين كيبغيو الفريك النيد ديال بصح. البنات يكذب عليكم الكذاب، يعني خاصكم تفركوا باش يخرجوا لكم يديكم ورجليكم بواحد النتيجه اللي غادي تعجبكم. بالنسبه لهاد المقشره البنات راه زوين بزاف، كيحرك الدوره الدمويه سيغطو القهوه راكم عارفينها. وتقدروا ديروا اي مقشر، تقدروا ديروا غير السكر كاع والماء، اي مقشر اللي نتوما كترتاحوا ليه. هنايا يعني فركت يدي مزيان مزيان تقريبا واحد 5 ديال الدقائق، وانايا كنقومي في يديا ودرت حتى رجليا البنات. صافي دابا ندوزو للوصفه ديالنا. غادي ناخذو البنات كيف ما كتشوفوا، غادي ناخذو بطاطا اللي ديجا سالقينها، ومن الاحسن البنات تكون بطاطا بيضاء. علاش البطاطا بيضاء؟ حيت البطاطا البيضاء ملي كنمعسوها كتولي كريمي، ما كتكونش ناشفه. البطاطا الحمراء ملي كنمعكوها كتولي ناشفه لينا وما كتجيش مزيانه، خاصنا ضروري نديرو البطاطا البيضاء. مهم تقدروا ديروا اي بطاطا، ولكن جو بريفير انايا البطاطا البيضاء، كتكون ساهله هكا باش نمعكوها وكتشد تقبط لينا في يدينا. المهم كناخذوا بطاطا، البطاطا زوينه زوينه بزاف للبشره. بالنسبه لهاد الوصفه هذه البنات ما ديروهاش لوجهكم نهائيا، ما ديروهاش لوجهكم، ديروها في اي منطقه في الجسم ديالكم الا الوجه ديالكم، ما ديروهاش ليه حيت فيها الحامض، وانايا مع الحامض في الوجه ما كنديرش الحامض لوجهي نهائيا البنات. زدت معها معلقه ديال دقيق الارز او طحين الارز، وزدت معها زدت معها هنايا المايزينا او دقيق الذره. صافي، وخماره ديال الحلوه هذه ضروري منها. هذه البنات راه بحالها بحال البيكربونات صوديوم تماما، يعني كتعطي واحد البياض اللي زوين بزاف. كاع المكونات هادو اللي عطيتكم البنات كلهم تيعطيو واحد البياض خارق زوين بزاف. وهنايا غادي ناخذ واحد الحامضه غادي نعصرها على هذا الخليط، يعني على هذا الخليط هذا غادي نعصر حامضه كامله.
كيف ما كتشوفوا في الصوره البنات، منيع السرط الحامض على الخميره شي دوك الفقاعات راه بحالها، يعني المفعول ديالها بحالها بحال البيكربونات. ولكن من الاحسن البنات ديروا هكا الخميره ديال الحلوه وما ديروهاش البنات لوجهكم، انا كنعاود ناكد ما ديروهاش لوجه ديالكم البنات، راه الحامض صعيب للوجه، البيكربونات صعيبه للوجه، الخميره كذلك صعيبه للوجه. المهم كنخلط هذا الخليط كله وكنضيف وكنجمعه بشويه ديال الحليب. هنايا خديت شويه ديال الحليب باش غادي نجمع هاد الخليط ديالي ملي درت الحامض، غادي نجمعو بهاد شويه ديال الحليب حتى يولي ليا كريمي. انايا هاد الوصفه هادي غادي نديرها ليديا حتى المرافق ديالي، غادي نديرها للركب ديالي، غادي نديرها للرجيلات ديالي، يعني كنديرها يعني اي منطقه كنبغي نديرها كنديرها ليها، ولكن وجهي ما كنديروش البنات. صافي قلت لكم غادي نجمع هاد المكونات هادو حتى يولي الشكل ديالو كريمي. من بعد غادي نزيد قطرات ديال الفيتامين ديال الفيتامين بي، قطرات ديال الفيتامين بي. اللي ما متوفرش عندها قطر ما اللي ما متوفرش عندها الفيتامين او تقدر دير غير نيدو او حليب بودره او معلقه صغيره ديال الفازلين هكا، غير باش يكون واحد الترطيب وواحد الملمس زوين هكا في اليدين وفي الرجيله. صافي من بعد صافي ما درت الفيتامين بي صافي غادي نخلط عاوتاني مزيان. صافي غادي نحطها في يدين خفيف كيفية، وغنتبعو معايا تشوفو الطريقة كيفاش غادي نطبقها على اليدين ديالي. دازت 15 دقيقة وغسلتها بمويها باردة، يعني غسلت يديا بمويها باردة. صراحة كتعطي واحد البياض البنات ما نقولش لكم، من أول استعمال صراحة زوينة زوينة هاد الوصفة هادي. أنا متأكدة مليون في المية أنها غادي تعجبكم، يعني وغادي تداوموا عليها، غادي تولي من يعني غادي تولي من الوصفات المفضلة عندكم البنات. هذا هو السر ديالي، كيف ما قلت لكم أنا كنديرها مرة واحدة في الأسبوع، تقدروا ديروها جوج مرات ثلاثه المرات في الاسبوع، ولكن من الاحسن مره ولا جوج مرات في الاسبوع. صافي الله يجعل البركه، عرفتي واحد الترطيب زوين بزاف. هنا في الاخر ضروري البنات من الترطيب، كيف ما كتشوفوا يديا ضروري من الترطيب. هنايا غادي نرطب يديا بالفازلين كل مره، وباش كنرطب البنات يديا مره بالفازلين، مره بجيل الوفيرا، مره بزيت هذا بزيت اللوز الحلو، اي حاجه كنقدر نرطب بها يديا. دابا انا غادي ندير الفازلين على هذا الشكل هذا، ها هي شي شويه وصافي بحال هكا. صافي صافي نرطب يديا باش تبقى يعني تعطيني واحد الرطوبه اكثر واكثر واكثر. صافي كما كتشوفوا البنات هانتوما. دونك هنايا البنات كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم انها تكون عجباتكم، وما تعكزوش انكم ديروها، فعلا راها زوينه بزاف بزاف. وكيف العاده يعني الا عجبتكم، ماشي الا عجبتكم غادي تعجبكم الوصفه. ما تنساونيش من اللايكات الزوينه ديالكم والتعاليق اللي كتحفزني، وكذلك عطوني اقتراحات ديالكم شنو النوع ديال الفيديوهات اللي بغيتوني نحط لكم.
دونك هنا غنبقى لي غير نقول لكم السلام عليكم، حتى نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.